بسم الله الرحمن الرحيم. بي 5 4 6. بيطلع ايه؟ بيجيلك الفاينل سيتنج بتطبقه زي ما مكتوب. بتأكد ان انا لما اجي اختبر الديستنس اخلي ال differential disable. انا الديستنس انيبل والدايركشن ديفولت والكرنت ديفرنشال انيبل، انا هخليه ديسيبل او هخليه انيبل من هنا، ومن الكونفجريشن من تحت اعمله ديسيبل زي ما نشوف في السيتنج. هنا اللاين لينس 24 كيلو متر، واللاين انجل 84، واللاين امبيدنس 8 و23. و احنا لما نجي هنا بقى الديستنس ده الفيز انيبل ديسيبل، زون 1 انيبل، 2 3، زون بي ديسيبل، زون 4 انيبل. الزونات كلها انيبل ما عدا زون بي. بعدين فيز تو جراوند، الفيز تو فيز والفيز تو جراوند اليمنت زد 1 والار 1، دول من خلالهم هنرسم الجراف البارامتر دي. مرتب دي البارامتر بتاع زد 1، وديت البارامتر بتاع زد 2، وهكذا. ده الفيز ديستنس. المعادلات اللي بنرسم بيها البي 5 4 5، والبي 5 4 6، والبي 4 4 3، وال ريليهات المايكوم اللي هي دي بالذات بتترسم مانوال عن طريق الفريجة. بعد ما بنرسم الجراف هنشوف بنرسمه ازاي، بس بيظهر لنا بالشكل دوت في الفيز تو جراوند. وبعدين هنشوف بيترسم ازاي، بس لو اختبار ده يخلص السيتنج هنا تعمل الكوميونيكيشن مع ريليك والكونكت زي اي جهاز مايكوم. لو طلب باسورد يبقى 4A. جروب 1 بعد ما فعلت الحاجات ديت نفس اللي شفناه في الفاينل سيتنج بيبقى بالشكل ده. انا عملت هنا الديفرنشال ديسيبل، او اي فانكشن بتحس ان هي اللي شغاله اعملها ديسيبل. عملت ديسيبل اهوت تمبرر لغايه ما خلص التبرع انه بقيته بيفصل على طول. بس ادي البارامتر بتاع زد 1 اهيت بالنسبه للفيز ديستنس. فيز ديستنس تمام. الرسم عندي هنا بيديني اكويشن زي اللي قدامك ديت، ار دي بالنسبه للجراوند، بالنسبه للفيز ار على 2. يعني لو مديني ار في اللي هي دي، لو مديها لي في الفاينل سيتنج 24 مثلا ار 1 اللي هي موجوده هنا في الفاينل سيتنج ار 1، ديت 24 باخدها 24، قال لي هتاخد ار هنا من هنا ار على 2. يبقى ده اول خط في الزون زي ما احنا شايفين كده. الخط ده بعده عن نقطه الزيرو هي ار على 2 تمام. طيب وبعد كده الاكس هي الاكس دي برضو هيديها لي، بيقول لي الاكس هتساوي قيمتها زي ما هي بالظبط ما هو مديها لي. مديها لي هنا هي قيمة الزد، هي قيمة الزد هي قيمة الاكس. مباشرة بروح جاي حاططها هي الارتفاع ده اللي هو ارتفاع خط الخط اللي اليمين ده، اول خط اللي هو رقم 1 في
اللاين بزاويته اللاين انجل اللي هي 84 اللي هي زد انجل، هو مديها لي اللي هي زد 1 انجل. الخط الرابع ده 330 ثابتة في كل المايكرو ريليز، مع ان الجزء ده ما بيجيش من تحت بس هي ثابتة 330 لكل المايكرو ريليز. الخط الرابع الخط التالت اللي على الشمال ده من نيجاتيف، هنقول نيجاتيف ار على دي على ار على دي زي الاولاني زي الخط اللي على اليمين ده، بس هنقسم كمان على 4 ار على الدين اللي هو الخط اللي على اليمين ده على 4 وبنفس زاوية الخط اللي هناك، يعني زاوية الخط ده زي زاوية الخط ده. بس فيس تو ايرث دي الديفاين بتاعته كيس الدي ان ده موجود في السيتنج. رفين which relay have problem with communication 6BB2 or 6BB2 ما شاء الله العلامات كلها بقت خضراء اهي. عملت دكتوراه بنطبع بعد كده وساعدت امي في لا اله الا الله وده كان معايا برضه بس باين عليه ظهري لحد ما عملناها خمسه، احنا عملناها في 32 درجه خمسه على فكره النهائي سلوب ده جه هو بيختبر لمه الريفرس اللمه الثانيه الحته اللي طالعه بتاع الاقتصادي تشينج هنا بي دي اف بي دي اف فايل نعمل بي دي اف لو لما تخلص الاختبار نعمل بي دي اف فايل كده هو الاختبار بعد ما خلص بي دي اف وبعدين زون تايم تيست يا محمد حسن اند ريتش طيب ده الفايل اللي هيظهر عندي في الطباعة، أنا عملته بي دي اف بطبعه برضو عشان ايه ايوه البرنت أسلمه النت أو أي برنت هات شوية ورق يا عاوزين من زفت سامع أيوة. شوية ورق ايه؟ افهم الأول قبل ما تتكلم. طيب الاختبار بقى الاول هقفل ده بعد ما تخلص الفايل هقفل عشان اسيفه باسم الدايره ف بفتح بقفل الفريجه خالص وبعدين بلاقي هنا كلمه سيف دي اتفعلت معايا عشان اسيف الفايل اللي انا اختبرته سيف بكتب هنا الديتيلز اللي انا عايزها بروسيد بعدين بسيفه هنا زون تايم اند ريتش ممكن هنا اعمل كيري الدايركتوري اكتب اسم ملف جديد يعني انا مكتبه قبل كده بروسيد هيقول لي اوفر رايت اقول له اوكي خلاص انا كده خزنته عندي في الفريجه بقى موجود عندي وطبع وبي دي اف وكل شيء. طيب نقول ازاي بقى كان الاختبار عشان احنا ما قلناش الكلمتين دول قبل الاختبار. اول حاجه بنفتح الديستنس اوتوماتيك بعد ما نوصل الوصله ممكن توصل على ويندوز 32 بت لو معاك وصله زرقاء كده غريبه. طيب في البدايه الكونفيجريشن هنا انا طبعا هعمل يس ما فيش مشكله ان انا امسح لما تيجي ترسم بنرسم هنا مثلا بنفتح الار اكس ونروح جايين داخلين هنا على الجراف اللي فوق ده هنا وبعدين بدخل على واحده واحده يعني. هنا ده السكيل ده بقى اصغر بيه السكيل ده مثلا اخليه اي رقم كبير عشان يصغر بيه الجراف كده. طيب لو انا عايز ارسم بعمل ايه؟ بعمل نيو من هنا كده وبعدين بيجي لي هنا زد 1 كده مفيش اي زدات تانية زد 1 اللي هي الزون الاولانيه برسمها الكالكوليشن اللي احنا عملناها 48 انجل بمشي هوريزنتال بقيمه اللي في الجراف اللي شفناها في الجراف هنا ولا كان كده هنا
قيمة الار بعشرين والاكس بحداشر. الار بعشرين كده والاكس كده. سيف إليمنت الاول خلاص. بعد كده بزاوية 177 وهنقولها ليه. والاكس ب 11.8 اللي هي اللي في الجراف 11.81. خلاص الزاوية دي ل 177 عشان التوب تلت بتاعتي ماينس 3 ماينس 3. هي اي توب تلت هنا ماينس 3 مثلا اللي بزون 3 هما كلهم ماينس 3. ماينس 3 ده من 180 يديني كام؟ 177. يبقى دي زاوية التوب تلت اللي هو الخط الافقي اللي فوق. برسمه باكس. اكس ديت انا حسبتها من من الفايل الاكسل ده. سيف اليمنت. وبعدين اللاين انجل تاني 48 و180 بلس 180 دي عشان اعكس كده وارسم اللي بالماينس. ماينس كام بقى نشوف برضو في الجراف حسبناها كام اللي هي تالت واحده ديت اللي في الريفرس سايد اللي هو الخط اللي هنا ده رقم 3 ده اللي هو ماينس 4 على 2 ماينس ار على 2 على 4 اللي هو ماينس 5 ماينس 5 ماينس 5. خلاص جه هنا بعمل سيف اليمنت وبعمل في المايكوم زي ما قلنا 330 ثابته ليه ما اعرفش. المهم 330 انت ما كلمتش الراجل سيف اليمنت وكريت زون كده زون واحد خلص وهكذا بقيه الزونات لغايه ما توصل لزون 4 ما تعرفش ترسم. هتوصل لزون 4 دي بقى تعملها ازاي؟ تبتدي من التوب تلت خليها من 177 وبعدين ترسم الفيرتيكال اكسس في الزون ريفرس. لما جينا عملناها عملناها ازاي؟ الاكس ماينس 41 65 ماينس 41 ماينس 41 علامه 65 وبعدين سيف اليمنت وبعدين 84 اللي هي اللاين انجل وبعدين تاخد الهوريزونتال الليفت سايد الاول. خد الليفت سايد الاول عشان تعرف ترسمها لان ممكن تفتح معاك. الهوريزونتال اللي هو النيجاتيف 20 ده نيجاتيف 20 ادي النيجاتيف 20 نيجاتيف 20 كده سيف اليمنت وبعدين ترسم 330 ثابتين معاك سيف اليمنت وبعدين يتبقى عندك 48 والهوريزونتال اللي هي الهوريزونتال كام؟ 5. حط هنا 5 وتقلب هنا 180. تخلي لازم تخلي الاحمر في الزون بتاعتك وتعمل سيف اليمنت. خلاص كده كرييت زون اتكونت عندك الزون ايه؟ رقم 4 اللي في الريفرس سايد. انا عملتها دلوقتي الفورورد كله زي الاولانيه وبكده يبقى احنا عرفنا نرسم الجراف. لو عملت سيف هيوصل لك على طول هناك. لو عملت سيف كده بيقول لك سيفه باسم حطه بقى اي اسم مش هتفرق اي حاجه. وبعدين احنا سايبينه بعدين فايل اكزايت ولا اكزيت بس. ده الجراف عندك ظاهر اهوت اللي احنا رسمناه. لو رسمت بقيه الزونات كان هيوصل لك الفايل. وبعدين بعد ما بترسم بتاخد بالك من انك هترسم رسمه للفيس تو فيس والفيس تو جراوند. ده الفيس تو جراوند ده ناخد كل البارامتر بتاع الجراوند نفس المعادلات بس هيزيد البارامتر بتاع الجراوند ان كده في المقام عندك كي زد ان دوت كي زد ان هيبقى بدل على 2 بدل ار على 2 ار على 1 زائد كي زد ان. كي زد ان ده اللي موجود في السيتنج هنا اهوت كي زد ان اهو ده كي زد ان اللي هو ده تمام. كي زد ان اللي هو ده امتى لحد امتى هتخلص؟ لا هو اللي رد عليا مش انا. 0.74 كي زد ان اهو. عرفت المشاكل كلها انت تديله المشاكل 0.74 اللي هو ده ما تقعدش كوك جنب تمام 0.74 انا قاعد اقعد جنبه يعني. بعد كده انت مش انت معاك لسه المشاكل كلها. نيجي هنا في الـ يبقى بوينت ده الفرق بين الرسم. نبص على المعدات كويس اللي هي ايه معدات رسم الفيس تو جراوند والفيس تو ايرث. هنا الفيس تو جراوند هنقسم بدل ما نقسم ار على 2 هنقسم ار على 1 زائد كي زد ان. طيب لما بيجي بعد كده المهندس العمل بيتكلم معاه نقطة نقطة. هنا بقى لما نيجي نعمل كونفيجريشن الفيس تو جراوند لازم نحط الكي اي والكي فيز الانجل بتاعته موجودين هنا زي ما شفنا في السيتنج 74 وماينس 11 اللي هي ديت الانجل نحطها في الكونفيجريشن عشان دول هيأثروا معانا في الفيس تو جراوند. نحطهم زي ما هم كده لان احنا حطيناهم اثناء الرسم تمام. بنحطهم هنا بيبقى هو بيختبر الفيس تو جراوند بيقدر يشوفهم ويختبر. وبعدين هنا برسم الزون دي برسمها ازاي؟ خلينا اشيل الزون دي واحاول ارسمها تاني مثلا 10 درجات هنا 10 درجات لو الفيس تو نيوترال كده انا عملت 10 درجات هنا.
ابتديت الزيرو ده بخليها 180 هنا كده او هنا 360 ماشي زي ما احنا. طيب لو حبيت اقول 180 بشيل لك كل الكلام ده. ده طريقه ايه وضع الرمبات. طيب لو انا عايز احط رمبات بايديا مثلا اشيل الرمبات دي كده دلتها كده كليك يمين ديليت كليك يمين ديليت وهكذا. طب عايز احط رمب بشيل رمب من هنا كده واحطها كده. عايز احركها شويه كمان بتك هنا اي رمبات بتك عليها بتظهر باللون الاحمر تقدر يظهر لها المربع ده وتقدر تتحكم فيها. لو اتكيت هنا الزرار ده بيبقى هولد كده لا تحرك الرمب بتاعتك عايز تحركها كده تحت فوق بتيجي معاك زي ما انت شايف كده. وبعدين عايز تخليها اطول شويه خلي الزد امبيدنس بتاعتها جايه من بعيد 40 مثلا بتطول معاك خليها مثلا 70 عشان تظهر او 20 المهم انها بتطول معاك او حسب الانجل بتاعتها. لو انت عايز الانجل بقى الزاويه تختلف شويه يبقى مثلا 60 او على اللاين انجل بتبقى مهمه جدا في نقطه الاختبار 84 وهكذا. تحط رمبات كتير تشيل رمبه كمان كده وتحط بايديك تشيل رمبه كمان كده وتحط بايديك. طب لو عايز تعمل رمبه بالجنب مثلا عملت رمبه هنا كده وما جاتش زي ما انت عايز جت في الاوريجينال كده عايزها انت هنا كده في الجزئيه دي فبتشيل من اللي تحت دي على العمودي على دي تشيلها وتخليها هنا كده خلاص بقت عمودي على. تقدر تختبر النقطه دي النقطه دي تقدر تختبر من اول 10 درجات للدايره كلها. ده كده طريقه وضع الرمبات. بعد ما بتحط الرمب بتحاول تختار انت عارف ان هنا هتقطع مثلا في زون 1 2 3 مثلا هنا عارف ان دي هتقطع زون 1 و 2 3 خلاص بعمل رايت كليك واختار الزونات اللي هتقع فيها عشان ما اقعدش ادور على ويضيع وقت ما بختارش زون 4 وهنا بختار زون 4 بس ما بختارش بقيه الزونات عشان ما اقعدش ادور عليها. طبعا عايز اختبر لنفسي ان هو بيلاقيها ولا لا ممكن اختبر مع نفسي مره بس انا متاكد انه مش هيلاقيها. بعد كده بعد ما الاختبار ده بيخلص وينجح بختبر الار اكس. الار اكس اللي هو ده بروح جاي حاطط نقاط كده 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 جوه الزونات مثلا عندي زون 1 و 2 3 زي كده بقدر احط كده بضغط كليكتين كده يحط لي نقطه في وسط الزون وبضغط ستارت هيعمل لي تربات في النقاط دي يبقى كده اختبرت تمام. بتاكد ان الازمنه ديت هي نفس الازمنه من هنا من كونفيجريشن نفس الازمنه عدد نمبر اوف زون هنا وبغير 0 400 على حسب الفاينل سيتنج بتاعي ما هو موجود. وده التايم توليرانس والامبيدنس توليرانس اتاكد انها يعني الى حد ما معقوله بحيث انها ما تعمليش دايره حمراء لو على الامبيدنس او الزون تايم لو هو في مشكله اثناء الاختبار. الماكسيمم فولت سيتنج هنا بحط يكون اعلى من الكرنت سنسيتيفيتي اللي موجود في الفاينل سيتنج اللي هو 0.1 تقريبا خليه 3 من 10 4 من 10 5 من 10 عشان ايه يحقق كل الفولتات او يعمل سيميليشن لكل الفولتات مع الفولت 100 فولت. انت عندك هنا لو عملت مثلا 2 امبير كده شوف اللي بيحصل معايا بتلاقي ان الدايره دي هي دايره الكرنت اللي موجوده عندك اللي هيقدر من خلالها يحقن البري فولت او بدايه الفولت تمام. فالدايره دي بتظهر عندك لازم تكون الكيرف بتاعي او كاركترستيك كيرف دوت الكوادريتشر ده يبقى داخل الدايره ما ينفعش تبقى الدايره جواه. يعني لو انا زودت كده وخليتها مثلا 10 شوف اللي هيحصل هنا هتلاقي ايه الدايره فين الدايره بقت جوه فكده ده مش هيعرف يختبر اي حاجه غير اللي جوه الدايره بس لازم الدايره تغطي الكيرف ده. فانا بخلي الجراف ده 0.5 كويس معقول و بتاكد ان الهرتز ده 60 لان لو 50 مش هيشتغل ممكن يشتغل زون واحد بس. وبعد كده الجهد اللي عندي ده اليو ريفرنس ده لو عايز احن سينكرو تشيك في نفس الوقت انا بعمل فيه فولت مش بتاعنا دلوقتي لو المهم ان اليو ريفرنس ده شغال معايا اقدر احقن منه. ده الاوتبوت اللي هيعمل تريب معايا بختار اوتبوت تريب اللي على الفريجا واحد و بس بعد كده ببتدي اختبر التايم اعمل ستارت هيختبر لي كل التايمات هيطلع لي الناتج بالطريقه اللي انا هوريها لكم اللي هي انا كنت مخزنها من شويه. طريقه التخزين مهمه جدا عشان لو عندك مثلا 10 ريليز او اكتر تقدر تعمل استدعاء للفايل وتختبر بيه على طول يبقى مترتب وسهل. يعني بفتح الملف يظهر زي في الاخر زي ما انا عملته كده
كده كل زونات التايمات مختلفة. اي تايمات كل التايمات دي زيرو وايت زي ما احنا شايفين كده، واحد معناها انه زيرو ملي سكند، واللون الاحمر عشان بيتي دوت 400 ملي سكند، واللون الاصفر دوت 1000 ملي سكند، واللون الاخضر دوت 2000 ملي سكند زي ما هو التايمات طالعه ومكتوب وسطهم 1 2 3 4. والرام طالعه كده مظبوطه اهيت 100%. ده جهاز البي 546 شركه اريستوم كده. الزون تايم والريتش خلصوا، ونبتدي نشوف اختبار تاني.